علاجه رطوبه الجدران. مرحبا واهلا وسهلا بكم اعزائي في هذه الحلقه الجديده، والتي اردنا توضيح طرق للتخلص او علاج رطوبه الجدران. عليكم اولا او اول طريقه لدينا عزل الجدران اعزائي من الخارج، ويتم تنفيذ العزل على حسب وضع المبنى كما نعلم أعزائي وأحبائي بالله. وأيضا لدينا طريقة أخرى، وهي عزل الجدران من الداخل. وكما نعلم بأن هذا العلاج يعتبر نوعا ما مكلف، ولكن هو الحل طويل المدى. وأيضا هناك بعض النصائح مثل التهوية الجيدة، وأيضا الحرص على عدم تجفيف الملابس المغسولة بداخل الغرف، وأيضا التأكد من عزل ودهان النوافذ الخشبية المعرضة لمياه الأمطار حتى لا تتعرض للتلف. وإلى اللقاء.